خير يا ربي، إن شاء الله يكون خير يا رب. هالبنت ما عم ترد لا على تليفون الأرضي ولا على موبايلها كمان. لك البنت تزوجت، اتركوها على راحتها. فهمانة كتير سهر خانم. كنت رح أقول إنها بالجامعة، بس هي قالت لي رح تبلش التنين. صهرنا بيكون بالجامعة هلأ، خلني رح أطمن عليه. ما بعرف ليش قلبي مو مطمن أبدا. عمي خديجة خليني إجي معك، والله مشتاقة لكلثوم كتير. لا خليكي هون أنتي، أنا ماني رايحة زيادة عدد أبدا. إذا جوزها بالبيت رح أرجع فورا. لأنك ما عم تطلع لفوق شوف شو عم بيصير. شوفي شو رح يكون؟ الجاج البياضة عم تركب تاكسي. شو أعمل؟ رح لاقي شغلة تانية. شغلة تانية؟ على أساس الوظائف على قفا ميني شي؟ كان في عندك شغل وأنت خسرته بسبب فريحة محمد. طلعي فيني سهر، لا تطلعي لي خلقي من عند الصبح. ديري بالك. دير بالي ما؟ أنت تعودت على عياط والصوت العالي، بس هالحكي مو علي أنا، ما بسكت مثل أختك. لا تكتري حكي وافتحي الباب. اهلا وسهلا استاذ، تفضل. مرحبا. اهلين استاذ. كيفك محمد؟ عرفتوا شي جديد؟ عمي رضا الاستاذ جاي يطمن علينا مشان شغلة فريحة. اهلا وسهلا استاذ، انا بابي مفتوح لك باي وقت بدك، بس نحن من هلأ ما عدنا نذكر هداك الاسم بالبيت بنوب. سأل عنا مين ما بدك، بس مو عندنا. سهر روحي اعملي شاي. تكرم. تفضل استاذ. يا ريت نضل هون على طول ونكبر هون ويصير هذا البيت بيتنا ونضل فيه. إذا بدنا نحن كل شي بيصير، بس مو سهل علينا إنه نعيش وننسى اللي صار معنا. قصدي ما تفكري بأي شي رح يصير بعدين. ما عم تفهم علي، أنا عم بحكي عن عيلتي وعيلتك ودراستنا كمان، عن كل حياتنا. أنا ما بدي فكر بشي. نحن كتير مختلفين عن بعض. أنت ما بتفكر بالعواقب، بس أنا بفكر. انت فيك تهد كل شي وتكمل حياتك، بس انا ما فيني. هلأ فكري بس فينا، فكري بتعبنا اللي وصلنا لهون وبالمشاكل اللي مرينا فيها. ما منستاهل مرة ننسى شوي اللي صار؟ ما فينا نعيش على انه الحياة بس هي هون، رح نكون انهزاميين. انا عم بحكي لما نرجع كيف بدنا نواجه. انا بعرف انها صعبة، بس اللي مرقنا فيه كان اصعب. حابة يجي يوم اللي نكون فيه كلياتنا مع بعض، عيلة واحدة وكبيرة، وننسى كل شيء. والله يا أستاذ صار حتى ذكر أول حرف من اسم فريحة ممنوعة علينا. أبوك قاسي لهي الدرجة محمد؟ حتى لو ما كان أبي قاسي هيك، بعد اللي عملته فريحة ما عاد تفرق معنا أبدا. أصلا فريحة هي اللي تركتنا وهربت مع هذا الزلمة. طيب وإذا رجعت شو رح يصير؟ ما رح ترجع، بعد اللي عملته ما بترجع. صحيح تذكرت، على كلمة فيها ترجع وما فيها ترجع، يعني ام حضرتك صرت طيبة كتير والله، وهي مشكورة شغلة محمد. ايه كتر خيرها والله. ايه سمعت كتير منيح. بس هي ما كملت معروفة معنا، يمكن هي انزعجت بعد ما صارت الخناقة، ما هيك؟ شفتها ركبت تاكسي وما حكت معه. ايه كانت تجربة وما زبطت، يعني هذا نصيبنا شو بدنا نعمل. سهر بتحكي حكي فاضي. اي صح انا بحكي حكي فاضي،
ما بكفي انجبرت تترك الشغل بمحطة الغاز بسبب كل اللي صار معنا؟ وهلا خسرت هذا الشغل كمان. شو انت ناوي تقعد بلا شغل؟ إلا ما لاقي شغل. أنا تأخرت وصار لازم روح على الكلية، بنبقى بنحكي بغير وقت. أمانة لا تواخذنا أستاذ. ولو العفو، شكرا على الشاي. يلا بفضلكم. يلا بشوفك. قولي سهر، قديشك انت وحده وقحه؟ ليشك عم تحكي مع الرجال؟ وقاحة شو؟ ليش انا شو حكيت؟ شو ناوي تقعد بلا شغل محمد؟ ولا بدك ياني ادفع لك قسط القرض؟ ولك هي لقسط علي وعليكي. كوراي كوراي كوراي، صار الظهر، يلا شو ما بدك تقوم؟ كوراي، يا الله شو بدي ساوي معه؟ بنتي الحلوة يا عمري، انت دخيلة يا روحي. والله العظيم بتعرفي لما اتصلت فيكي على الأرض وبعدين على موبايلك وما رديتي خفت عليك كتير كتير، حملت حالي واجيت لهون. ليش أي واقفة هيك بالزلط هون؟ أمي لحظة. شو؟ كوراي نايم، ما بدنا نحكي بصوت عالي. خليه نايم، خليه نايم، انت سكري عليه الباب وخليه ينام ويرتاح فوق. بس هو نايم هون. بنتي من ايمتى جوزك عم ينام هون؟ اهلا وسهلا. صباح الخير ابني. شوفي امي، كوراي لبس ثيابه لحتى يروح على جامعته وقعد مشان نشرب قهوه، بعدين غفل شوي فانا غطيته وما حبيت ازعجه لانه ما عم ينام منيح. ماشي طبعا. طيب أنا رح روح. كوراي لا تواخذني، ما كنت بعرف إنه أمي بدها تجي اليوم. مو مشكلة. بنتي إذا جوزك طلع لأني إجيت لعندك، أنا بدي روح لأنه بس كنت بدي أطمن عليك وشوفك. لا أمي مو هيك أبداً، أساساً هو كان طالع لأنه تأخر كتير. اسمعي بنتي، هيك أمور ما بتتخبى عن الأم. بنتي في شي مضايقك أو مشكلة مع جوزك؟ أمي ليش هيك عم تحكي؟ والله ما في شي. إيه طيب منيح. بنتي لازم تهتمي بجوزك منيح، يعني هلأ أنت صار في عندك عش ولازم تهتمي فيه لأنك أنت الإنتاية تبعه، ولازم كتير كتير تحمي وترعي للعش تبعك لأنه هي وظيفتك. يا ربي مو أنا الشخص اللي لازم ينصحك، شو عم بحكي أنا؟ لأنه بزماناتي هديت بيتي على راسي بإيدي. أمي كرمالي لا تحكي هيك، بوعدك إذا صار شي بقلي. ليكي بنتي، أنتي اهتمي ورعي جوزك منيح ماشي بنتي؟ المرة عصفور مكسور الجناحات وبالدنيا كلها مالها غير بيتها وجوزها يلي رح يكونوا هن سندها دائما. بنتي طنائي لا تحكي، الله يخليك حبيبتي. والله وقعت يا كوراي، أنا مستعد موت وما عيش مع هيك بنت. بنت ضياعجية غبية وما بتفهم شي ولا بتتقبل حياتنا. والله أما هي يلي عرفت تلعبها صح وتمثل دور الأم البريئة، قلتهم ما لازم. هاندا أنت فجرتي قنبل مبارح وهلأ ما عم تحكي شبك؟ أنا قلت يلي بدي أقوله مبارح. تفرجوا على هالمسكين، ظابط معه هالدور. زعلتني عليك، أنا شفقانة عليك من كل قلبي. تستاهل كوراي، لازم يكون الثمن غالي كتير، الثمن اللي عملته بحالك وفيني.
كلتوب بنتي هلأ بكل صفاتك الحلوة هي، يعني هو مو عاجبه ولا وحدة منه؟ أمي شبك، والله قلت لك نحن مناح، يعني لا تاكلي همي لو في شي بحكي. خالي كيف وضعه؟ ايه كيف بده يكون هالمسكين؟ والله يا بنتي هو عصب وشطب فريحة من حياته، وبس يعمل هيك بإيده ويقول ما عندي بنت بهيك اسم معناته ميؤوس منه الوضع، ميؤوس. أمي شو يعني هلا هو تبرى من فريحة بهالبساطة؟ آه والله هي مصيبة كتير كبيرة يا كلتوم، يعني العيلة تفككت لهالدرجة وانهارت. والله يا أمي أنا ما عم أفهم شي، ليش هنن حتى حكوا مع البنت وسألوها عن شي أو تركوا لها حل تاني تفكر فيه مشان الله؟ أمي أنتي كما سهل عليك تقوليها كلتوم خانو، لأنك ما بتعرفي عادات ضيعتنا. هونيك البنت بتهرب، الناس بتترك البنت وبيبلشوا بيحكوا على كل عيلتها وبيعيبوا عليهم وبيصيروا بيحكوا عن كل شي، انتي ما بتعرفي الناس هونيك. انتي شو عم تعملي هون هاندا؟ صاير معك شي بتحبي تحكي لي اياه؟ ليش انت شو بيهمك تسمعني؟ ما بعرف، قلت لحالي بجوز اذا حكيتي يمكن ترتاح نفسيتك شوي. شو نقطة ضعفك دموع النسوان؟ انا حبيت ساعد مو اكتر. انتي عم تبكي لانه كوراي تزوج ما هيك؟ يا ترى بسبب الحب ولا التملك؟ الحب. أنا بحياتي ما عرفت شو يعني حب. معناها من الحب. تاري عن جد أنت مجروحة؟ أنا ما بنجرح أبدا. ليش؟ شو يعني ما عندك إحساس؟ هذا بيتعلق بطبيعة الإحساس. بس أنت مو قاسية لهالدرجة هاندا، لا تقسي على حالك كتير، إلا إذا مقتنعة إنك شخص ماله منيح وما بيتأثر بأي شي حواليه، وقتها فيك تقسي على حالك. تمام؟ هيك ما رح ترتاحي هاندا، البوسة ما بتطلعك من حالتك. ومين قال لك إنه بدي أطلع من حالتي؟ أنا عم حاول أرجع لهاندا القديمة اللي بتعمل اللي بدها إياه. أنا بس عم حاول لاقي حال هاندا اللي لازم كونه، هذا طبعي. هدول الحرفين فاء يا يلي كاتبينه، هي بنت صاحبنا رضا يا عيني، فريحة يا الماز. لا تقولها، والله وأنا هيك قالت لي مرتي. كلامك صحيح يا غيسان، لكن البنت هربانة. ما ايه هربانة؟ ايه، بس انتركت البنت على راحتها مع التنضب وبتدور على حل شعرها. مظبوط، بالأول انخطبت لخليل وفسخت الخطبة وجننته. بجوز يكون خليل المجنون هو اللي خطف البنت، يمكن هي اللي قالت له تعال واخطفني. مظبوط، البنت طلعت معه قبل هالمرة وبجوز اتفقوا. رضا بيك تشرب شاي؟
مدام هدول الجرايد اللي نذكر فيهم اسم الفندق. طيب حطيهم قدام كرسي الأنسة جانسون من فضلك، هذا أول اجتماع لإله ويمكن تمل وبتتسلى بقراية الجرايد. أمري. خير إن شاء الله؟ في أخبار عنهم؟ والله أنا بس اشتقت لك. صحيح أنتِ مرة أكابر وراقية بس بتضلي أم. قولي شو بدك تحكي بسرعة. والله حالتك حالة يا حلوة، هاي اللي عم رضا تبرق من فريحة، يعني البنت رح تضل لزقانة بابنك. عن جد انك وقحة، انا بدي سكر الخط. لحظة استني، خلينا بالاول نسكر حسابنا. اعطيتك الشيء اللي بدك اياه وانت ما اعطيتيني شيء، شو كيف ناوية تعطيني مصاري؟ يا اما بتحوليهم على حسابي او بتعطيني اياهم بالايد. ما رح اعطيكي ولا قرش. يا خانم نحن ما هيك اتفقنا. لكن انت قلتيلي الشيء اللي كل الناس بتعرفه، معناها ليش لأعطيك المصاري؟ وقت بتعرفي مثلاً هن وين ممكن يكونوا متخبيين ومختفيين؟ وقت بعطيك المصاري. وأصحك إنك تتصلي عشغلات ما إلى قيمة وعلاق فاضي، فهمان علي؟ يا جماعة نحن اجتماعنا المفاجئ اليوم مشان دقيقة سينام خانم، يعني باعتبار أنا هون اليوم فالأفضل أني أبدأ وخبرهم ليش الاجتماع، مو هيك؟ بعتذر، الحق معك، أنت رئيسة الاجتماع. هذا من ذوقك، أحساس غريب قاعدة محل البابا وحاسسته قريب مني وكأنه هو لساته موجود معنا هون. المهم هلا أهلا وسهلا. أنا كنت بتمنى أنه موضوع أول اجتماع بتحضري يكون لشي مفرح، بس مع الأسف سبب اجتماعنا اليوم ما بيبسط، ما هيك؟ صحيح، أولاً التحقيق اللي صار عنا بالأوتيل وتفتيش الشرطة إله، وتانياً الصحفيين اللي فاتوا أخذوا صور. أكيد النزلاء الموجودين بالأوتيل انزعجوا كتير، وخاصة لما انذكر اسمنا بالجرائد الفنية وزوايا الفضائح كمان. إيه، وكمان حسب علمي إنه في وفدين اتصلوا اليوم وألغوا حجوزاتهم، ما هيك؟ مع الأسف مدام. دقيقة، بفهم إنه كمان إلغاء الحجوزات عم تحطوها بظهري وظهر ابني كمان؟ يعني ابني هلأ لا سرق من حدا شيء ولا اعتدى على أي حدا. لا تضحكوني، بالوقت يلي اسمي عم ينذكر ويتبهدل عم تحملوني عبء إلغاء الحجوزات؟ بعدين أمير شو دخلوا بالفندق أصلاً؟ ها؟ أونال بيك، الصحفيين لما فاتوا لهون كنت متواجد مع طليقتك، فبالتالي اسمنا تضرر وأنا ما بدي أتجاوز حدودي وبس. معناتها لا تتجاوزها. أونال لا تفهمني غلط، بس يعني لما هنن اتصلوا اليوم ولغوا حجوزاتهم تحججوا بأنه عم ينذكر اسم الأوتيل بصفحة الفضايح وأنه هيك ما بيناسبهم. سينام، هيك خبر كاذب ما بيأثر على اسم الفندق بنوب، اسمي أنا هو اللي رح يتأثر. قصة الشاب اللعوب وابنة البوابة، هل هي حكاية ساندريلا العصرية؟ شو رأيك؟ شو؟ على ما يبدو حضرتك مانك اخذ الموضوع جد، بس ابنك صاير بطل حكايات وقصص بالجرائد. جانسو اكيد مو المفروض علي اني اتحمل هذا الحكي منك كمان. قديش بدك تسكر عيونك وتعمل حالك مو شايف؟ قديش انت لسه بدك تكسب وتحاول تقنعني وتقول انه ابني رح يمل من هديك البنت ويرجع لك؟ سينا بالنسبة لعلي هذا الاجتماع انتهى على الآخر. شوف لوين وصلني حكيك، ابنك مستحيل يرجع لي، فريحة أخذته مستحيل تتركه. اهدي اهدي، وانتو عشو عم تتفرجوا؟ الاجتماع انتهى، تفضلوا لو سمحتوا. قال ساندريلا، قال ولكم سمعينا ساندريلا العصرية.
مزعوج مني. لشو هالحكي هاد؟ أمير أنا بعرفك منيح، أنت مزعوج مني. لا تحكي هيك، من وين عم بتجيبي هالحكي؟ من وشك. أنت مفكرني إنه ما نسيت هديك الليلة اللي إجيت فيها لعندك؟ فريحة خلص قلت لك ما عاد نحكي بهالموضوع. يعني رح تضل دائما تتعامل معي بهي الطريقة؟ أنا بحبك وبحبك كتير كمان، ما بيهمني حدا بالعالم لما بكون معك. بعرف شو عم بتحس لما بتطلع بعيوني. أنا اللي كنت السبب، بسبب غلطي هاي نحنا ما فينا نعيش مبسوطين، وأنا اللي لازم أتحمل. حتى وأنت عم تحكي هيك مبين أنك مو مبسوط. استنتجتي أني مالي مبسوط؟ ليش عم تعاقبيني بأنك عم تحملي حالك المسؤولية؟ هلأ كأنه رجعنا نتخانق من جديد. كتير منيح، مو مستاهلة تعصبي. أمير أنا كتير آسفة.
حياتي أنا اللي آسف. ما فيني أوعدك إنه ما رح نتخانق أبداً. قلت لك هالحكي من قبل، بس أنا على قلبي أحلى من العسل. بس أنا دائماً بقدر خليك تعصب. وأنا دائماً كمان بقدر خليك تعصبي. فيني زعلك مرة تانية. فيني زعلك مرة تانية، بس ما فيني أعيش بلاك. وأنا ما فيني أعيش بلاكي. شكراً لأنك قبلتي تشوفيني مرة تانية، لأنه بعد حديثنا الأخير ما تخيلتك تقبلي. ليش بدك تشوفني؟ مشان محمد. سمعت أنك وقفتي عن الشغل. آه مزبوط، تذكرت. بالفترة الأخيرة عم أشرد شوي. هو اشتغل معي يومين، بدي أقلك مشان أبعت له حسابه معك، إذا ممكن تعطيه. إيه فهمت، قصدي فهمت ليش وقفتي عن الشغل. شي غريب، أنا ما بتخيل أنك جاي مشان تقنعني رجعه. يعني إذا بدك أني أحكي بصراحة، فيني أقلك أني ما انبسطت وتضايقت كمان. أنا مستغربة من حكيك هاد، كيف فيني شغل شوفير على سيارتي بيضرب أخته بهي الطريقة؟ معك حق، بس محمد شاب كتير بسيط وعفوي وبنفس الوقت جاهل. بس هو ضل أخوه لفريحة، ومشان هيك أنت جاي هلأ تتوسط له، وبدك يعني أني أنا رجعه على الشغل. أمي محمد شاب بأول عمره وما عنده أي خبرة بالحياة، بس برأيي أنه عنده أرضية ليتطور ويتحسن. ما بعرف، عم أقول لو نقدر نأمن له شغل، يعني شغل يكون يقدر يستغل فيه طاقاته صح، بجوز هيك نحن نقدر نساعده. أنا ما عم بفهمك. فريحة هربت وتركت كل شيء وراحت مع هداك الشاب، بس أنت بعدك عم تحاول تنقذ أخوه وتساعده. يعني شو هالشي اللي بخليك تتعامل معهم بهي الطريقة؟ أنت بتحبها؟ أنا ما أجيت لهون مشان نحكي عن مشاعري ومشاكلي أبداً. مشكلتي هلأ هذا الشاب وبس، وما بعرف إذا فيني ساعده. هذا هو اللي شاغلني. ألو، اتصلت على البيت وبابا رد علي وكأنه عرف انه انا المتصلة، سكر التليفون وما حكى ولا كلمة. عم يقلي مين اللي اتصل؟ محمد شو اللي صار له لأبوك؟ عمي فريحة هي اللي اتصلت؟ عمي؟ أنا ما قلت لكم اللي بيذكر اسم هبالبيت لازم يطلع منه فوراً؟ أكيد فريحة. إيه؟ يمكن يكون هداك الحقير عملته معه وزدته. محمد، عرف حالك شو عم تقول لما بتحكي ابني. أنت شو مفكرة عمتي؟ إنه كل مرة بتنتهي القصة مثل ما صار مع كلتوم؟ طلع فيني. والله لحبهت لك، إذا بتجيب مرة تانية سيرة بنتي كلتوم عالطالعة والنازلة، فهمان؟ شو أنا رفيتك بالقهوة؟ أنا بكون عمتك. بنتي هلأ اتجوزت وخلاص، والله بفضله ستر عليها وعلينا. شو قصتك على الرايحة والجاية كلتوم كلتوم؟ والله ما عاد فيني اتحمل بقى. طيب أنا شو عمتي؟
أنا شو أعمل الليلي؟ ما عاد فيني أتحمل. كان في بنتين بالبيت وما قدرت إني أدير بالي عليهم. لسه في قدامنا طريق صعب. كيف رح نقلهم إنه تزوجنا بدون علمون؟ كيف هنن رح يتقبلوا الموضوع؟ بلا ما نفكر بهالشي هلا. يعني لإمتى؟ ماشي، أنا كتير مرتاحة بهالمكان ويا ريت نضل هون على طول، بس بالآخر لازم نرجع. إمتى بدك؟ والله ما بعرف، بس كل ما تأخرنا الموضوع عم بيصعب. بدك يانا نرجع بكرة؟ بوعدك إني فكر بموضوع محمد مرة تانية، بس أنا بدي أطلب منك طلب وبتمنى تفكر فيه منيح. لا تخاف، لا تفهم الموضوع مساومة، بس مجرد رجاء. بدي منك مثل ما عم تهتم بأخوها لفريحة كمان تهتم بأخوك وتساعده وتتقرب منه. أنت بتعرفي أني أنا حاولت أتقرب منه. حاول تخلي سينام تبعد عن بولاند من فضلك. شو قصدك؟ سمعتني شو حكيت. إذا أنا حاولت قله لبولاند أنه يبعد عنا رح يزيد إصراره، وبرأيي مو زابطة أطلب من سينام أنه هي تبعد عنه أو تبعده عنه. أنت عم تحكي عن جد؟ وهو ليش لا يتقرب من سينام؟ هو كتير ذكي ولماح ومو صعب عليه يعرف أنه سينام، وهذا الشيء هو سبب انزعاجه منك. نحن لازم نوقف جنب بولاند هاي الفترة بطريقة ما تكون مباشرة مشان ما يزيد عناده. ماشي، أنا رح أهتم بهذا الموضوع. لا تاكلي هم. شو تيبست بمكانك من النطرة؟ شو يعني عم تحاولي إنك تلطفي جو؟ أنا مش كلجية، بس عم حاول إني لطف جو. محاولة كسر الحواجز بعشر ثواني بمقابلتين تحدي قوي والله. أنا ملكة التحدي. ضحكتيني. أنا لارا. تشرفت بمعرفتك لارا. كأنك ما عرفت عن اسمك. بولاند. اللي عم بيحاول يلعب لعبة الضيف سينام خانم، مو كأنها كبيرة عليك شوي. حبيبتي لارا، فيك تجي لعندي، أنا لازم أحكي معك شوي. يلا إذا بتريدي. طيب يلا. جانسو، أنا نسيت شغلة بالسيارة. ماشي. شو بدك نبلش بالحكي فورا ولا ما فيكي تحكي بلا كاسة؟ بتعرف شو؟ هاي التطليعات اللي عم تطلع أنا بعرفها كتير منيح. ممتاز، معناتها عم تعترفي إنه تطليعاتي مو غريبين عليكي. خليني أقول لك شي مهم، هالشي ما له نتيجة. مشان هيك أنت مزعوجة كل هالقد؟ لأنه ما له نتيجة مو هيك؟ انت شو قصدك بهالحركات ولوين بدك توصلي سينا؟ انا ما فهمت. فهميني انت شو عم تحاولي تعملي باخي؟ هاي لعبة جديدة يعني؟ مشان تلفتي انتباهي؟ جاوزتي حدودك ها؟ لافانت، بما انك عم تحكي معي هالحكي وعم تتهمني كمان انه عم الفت انتباهك باخوك، فانا بحب قلك انه انت مثل اخوك عم تلفت الانتباه على الفاضي. مرة تانية فقدت أعصابي فجأة ونسيت أني باجتماع وأني قاعدة مع عالم ما لهم علاقة بمشاكلي. طيب ليش ما عم بقدر أتحكم بتصرفاتي؟ هذا كان أوتيل بابا، مو بس بهدلت حالي، حتى أني بهدلت ذكريات أبي كمان. يعني هلأ اللي صار سيء، بس هدول الناس بيعرفوا الضغط اللي عم تمري فيه. شو قصدك أنه الكل بيعرفوا أني مريضة نفسية يعني؟ أنا برأيي خلينا نقول وحدة مجنونة.
مانك الشخص الوحيد اللي فاقد أعصابه. صراف أغلى. وأنا بموت فيك أمير صراف أغلى. اسمعي ليكي سحر، بدك تخبريني عن كل شيء بتخبرك يا ماشي؟ طيب أنت لا تقلقي أبدا، رح أسحب من تمها كل الحكي بدون ما تحسوا. بجي وبحكي لك شو قالت بالضبط. هي ما بتحكي لي شيء بس أكيد رح تحكي لك. طيب طيب بعدين انت اما يعني ما فيها هي تخبرك كل شيء، ما هي شو بدك اياها تقلك انا طلعت براس السنه. يلا اطلعي، الوحده ما بتقدر تخبرك شيء. يلا اطلعي من هلا ورايح. بتعتبروا هذا البيت بيتكم، ضلوا تعوا زورونا ماشي؟ امتى ما اجى على بالكم اهلا وسهلا فيكم. وهدول كمان صور عرسكم، خديهم يا بنتي. شو أكيد لكم كمان؟ لا أتركوا، هدول هدية منا لكم بمناسبة العرس. طيب شكراً كتير، ديروا بالكم على بعض منيح. سلمي كتير على عمك. الله يسلمك. سلمين على روحي بيك، شكراً على اللي عملتوه. الله يسلمك يا أبني. يعطيك العافية أخي رضا، شو عم تعمل؟ عندك شغل؟ هالشغل ما في خير يا فيسال، عم لم أغراضي من هون. شو هالحكي أخي رضا؟ يا ريت لا تكذب علي وتقلي يا أخي. هاي شراكة انتهت، سكر الدفاتر، أنت من طريق وأنا من طريق. ما بيصير أخي رضا، الرجال كانوا عم يحكوا بالقهوة، أنا شو دخلني؟ بسكر لهم تمهم وما بخليهم يحكوا يعني؟ هالحكي مو معقول، لا تعمل من الحبة قبة. اللي عم تقول عنا حبي بتكون شرفي وكرامتي يا فيسال. خلينا ننهي هالحسابات هون ونخلص من هذا الشغل بقى. ها بعدين لا تنسى انك تسحب وصل الايداع من البنك. من هلا ورايح انت بتروح بتدفع لحالك وانا بدفع لحالي. هالشي اللي عم تطلبه ما بيصير بيوم وليله يا رضا بيك، على قليله بدك تستنى 15 يوم، ما بعرف اذا رح دبر المصاري ويمكن ما بلحق زبط ورائي. واليوم 10 بالشهر، يعني بسلامه فهمك بدك تستنى لاخر الشهر. بستنى بستنى بس يكون بمعلومك انا ما عاد بقى رح دوس عتبه هالمكتب. انت سكر الدفاتر وبس تكون انت جاهز اتصل بمحمد وابقى صفي الحساب معه. لكن يا عمي بعد ما بليت الاغنية ببناتك ما عاد تشتغل معنا. انت منيحة؟ منيحة، راسي عم يوجعني وناساني. طيب حاولي تنامي.